بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الجزء الثاني من محاضرات مادة معمارية الحاسوب. أنا مدرسكم الدكتور قاسم عبد القادر صالح. في هذا الجزء راح نشرح موضوع Register Transfer Language والMicro Operations. Register Transfer Language هي لغة تناقل البيانات بين الرجسترات، والMicro Operations هي العمليات البدائية، العمليات البدائية وليس العمليات الابتدائية. أي ديجيتال سيستم، أي نظام إلكتروني يستخدم النظام الثنائي في عملياته، أي ديجيتال سيستم، أي نظام رقمي، هو عبارة عن مجموعة من الموديولز، هاردوير موديولز، أجزاء الصلدة الثنائية اللي تعمل بالنظام الثنائي الرقمية. فأي نظام رقمي ثنائي هو عبارة عن مجموعة من الموديولز، مجموعة من الأجزاء الصلدة الرقمية اللي تعمل بالنظام الثنائي واللي تقوم بعمليات معالجة بيانات رقمية. إذن أي نظام رقمي هو عبارة عن مجموعة من الموديولز، مجموعة من الأجزاء اللي تربط عن طريق interconnections، تربط عن طريق آليات ربط، وتستخدم في عملية معالجة البيانات الرقمية. من شنو تتكون الديجيتال موديولز؟ تكون من أجزاء إلكترونية رقمية مثل رجسترات، فليفلوبس، ديكودرز، بوابات، جيتس، أرثمتيك إليمنتس، كنترول لوجيك وما إلى ذلك. عادة هاي الموديولز تربط بنواقل للبيانات ديجيتال باسز، أو تنقل بخطوط نقل بيانات اللي هي اللاينز. فعندي إذا إشارات ثنائية منفردة تنقل بلاينز، إذا عندي مجموعة من الإشارات تنقل على التوازي تنقل في باسز. إذا يستخدم اللاين لنقل الإشارات المفردة، ويستخدم الباس لنقل الإشارات بصورة متوازية. يمكن تعريف الأجزاء الرقمية الموجودة في النظام في الديجيتال سيستم، يمكن تعريفها باستخدام الرجسترات اللي تحتويها. شنو موجودة رجسترات بهاي الموديولز؟ أي رجسترات موجودة؟ وشنو المايكرو أوبريشنز؟ شنو العمليات البدائية اللي يقوم بها هذا الموديول؟ وين يقوم بها؟ على أي بيانات؟ عادة البيانات تكون مخزونة بالرجسترات. إذن أي ديجيتال موديول، أي موديول رقمي، أي جزء رقمي نعرفه بالرجسترات الموجودة به، ممكن تعريفه باستخدام الرجسترات الموجودة بداخله والمايكرو أوبريشنز اللي تنفذ على البيانات الموجودة في هذه الرجسترات. إذا المايكرو أوبريشن هي عمليات بدائية تنفذ على البيانات المخزونة في واحد أو أكثر من الرجسترات الموجودة داخل الموديول. مثال عليها الشيفت والكاونت والكلير والسام، الآد، السبتراكت، اللود وما إلى ذلك. احنا قلنا اي هاردوير موجود، اي ديجيتال هاردوير، ممكن تعريفه بمجموعه الريجسترات الموجوده بداخله ومجموعه المايكرو اوبريشنز اللي يقوم بتنفيذها على البيانات المخزونه بهاي الريجسترات. واحنا شيء جديد اللي راح نضيفه الان هو ممكن نوصفه بعمليات السيطره اللي تقوم باجراء كل العمليات. شنو فعاليات السيطره الموجوده اللي تمكن هذا الموديول من ان يقوم بالعمليات المطلوبه من عنده؟ شنو الريجستر ترانسفير لانجويج اللي هي بالعربي لغه تناقل البيانات بين الريجسترات؟ شنو التعريف مالتها؟ يقول هي the symbolic notation used to describe the micro operation transfers among registers. يعني شنو؟ يعني هي اللغة الرمزية اللي تستخدم لوصف كل المايكرو اوبريشنز، كل العمليات البدائية والتنقلات المرتبطة بها للبيانات بين الريجسترات. إذن هي شنو؟ هي عملية وصف لعمليات تناقل البيانات بين الريجسترات والعمليات اللي راح تقوم عليها. لاحظ هنا مصطلح register transfer يعني أنه الهاردوير اللي عندي الحالي للموديول المعني عنده القابلية
على أن يقوم بالعمليات المطلوبة من عنده، العمليات البدائية المطلوبة من عنده المايكرو أوبريشنز، وعند القابلية أن ينقل البيانات بين الريجسترات. الآن شنو الريجستر؟ الريجستر عبارة عن مجموعة من البتات. هسه نشوف هنا عندنا مثلا هذا ريجستر عندي متكون من 8 بتات، من بت 0 لبت 7، كل بت يمثلها هنا فليب فلوب، فعندي 8 فليب فلوبات، كل فليب فلوب يخزن لي رقم ثنائي واحد يا 0 يا 1، إذا هنا راح أقدر أخزن 0 ل 1 صفر لواحد صفر لواحد وهكذا. الأرقام الموجودة على الشاشة هاي هي عدد البتات، عدد الفليب فلوبات الموجودة بالرجستر الحالي. إذا الرمز مال الرجستر هو الشكل، يمكن يبتدي بآر كابيتال وراها رقم الرجستر، وعندي شنو حجمه هنا مكتوب بي، يبتدي من البت الأقل أهمية اللي موجودة هاي موجودة على اليمين، وينتهي بالبت الأقصى أهمية اللي هي هاي. فعندي هاي أقلها أهمية يسموها least significant bit، وعندي هاي البت الأعلى أهمية اللي يسموها most significant bit. ليش هنا عندي هذا حسب النظام الثنائي الرقم يكتب بهاي الطريقة. هنا عندي بهذا الشكل عندي الريجستر، وعندي هاي أول بت موجودة بي بت صفر موجودة على أقصى اليمين، وعندي آخر بت موجودة بي بت رقم 15 موجودة في أقصى اليسار. إذن هذا الريجستر الR2 كم بت بي؟ بي 16، من بت 0 إلى بت 15. بعض الريجسترات ممكن تنقسم إلى لو وهاي، يعني هذا الريجستر اللي اسمه البي سي، البي سي يعني جزئين، ممكن قسمه إلى جزئين كل واحد 8 بتات. الأول يسمونه اللي على اليمين يسمونه اللو بي سي لو، واللي على اليسار يسمونه البي سي هاي. اللو يبتدي من صفر بت 0 إلى بت 7، والبي سي هاي يبتدي من بت 8 إلى بت 15. شنو عندي هنا Register Transfer Language Symbols؟ رموز Register Transfer Language. Register Transfer Language يستخدم لي الكابيتال لترز، مثلا مثال عليها أسماء الرجسترات Instruction Register، هذا الفارزة العادية، وتستخدم لتمثيل عمليتين يتمون في نفس الوقت. يعني مثال عليها نقل لي R2 إلى R1، وفي نفس الوقت بسبة الفارزة بنفس الوقت نقل لي R1 إلى R2. إذن عندي عملية استبدال للبيانات بين R و R2، عندي عملية سواب الأقواس زين، وهاي تستخدم لبيان عدد البتات المعنية بهاي العملية، وعادة تكون موجودة للأسفل قليلا، وأكو رقم إلى رقم موجودين بداخل الأقواس. والمثال الثاني R2 لمن يأخذ الجزء الهاي من عنده، هاي مثالين يعني هنا عندي مثالين على العملية شلون يحددون جزء من الريجستر، جزء من عدد بتات الريجستر المعين المعني. يعني جزء هذا محددين 4 بتات من الـ R1، هنا محددين الجزء الهاي من R2. الأقواس اللي تشير لي إلى طرق تناقل البيانات.